دب 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 انزل 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 مش ربك انزل 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 انزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبيبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم فيديو جديد، يوم جديد وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا وعليكم ويسعد مساءكم. بداية حبايبي خلينا نصلي على النبي، خلينا نبدأ يومنا بالصلاة وعلى النبي. طبعا بشكر كل واحد كل واحدة شاهدتنا وحطت لنا لايك واشتراك لفيديو مبارح. طبعا فيديو مبارح كان عليه تفاعل رهيب جدا جدا جدا، يعني اللي عجبني فيه انه اجت عليه اشتراكات كثير. طبعا نشكر كل واحد بحط اشتراك للقناة بيكون جديد، نحب نقول لك شكرا لك وشكرا لانضمامك لنا، وان شاء الله راح تكون مبسوط معنا. زائد نشكر متابعينا اللي دائما بيعلقوا لنا تعليقات جميلة بتخلينا دائما ننبسط، ونشكر كمان كل واحد بدعمنا بكلمة حلوة وكلمة جميلة. كل واحد بكتب لنا تعليق حلو بنعيده ثاني مرة، كل واحد بكتب لنا تعليق حلو جميل زيه ويعطيكوا العافية. طبعا شباب اليوم حلقتنا راح تكون عند الزق، وراح نطلع كمان شوي على الكش مع بعض نشوف شو في عنا، شو في عنا تليين، شو في ايش بده يطير، شو ايش ما بده يطير. طبعا العداد الحمد لله طار واموره تمام، رغم انه اول امبارح اول يوم طيرته شرد ورجع، وثاني يوم طيرته شرد ورجع، لكن الدنيا مغارب بغيب وبرجع. واول امبارح كمان قبل ما اطلعه نفس الاشي عمل شرد ورجع. امبارح شو عملت معه؟ طلعت طيرته معه باكستانية، يعني كانت موالفة شوي على السطح، طلعتها معه وكشيته عليها. طبعا الطير هدي شوي الحمد لله اموره تمام، الطير مخه نظيف، الطير مخه قوي، يعني انا ما كنتش اتوقع انه يقعد. انا ما عمري ربيتهم العدادات وما بفهم بالانواع هاي عشان تكونوا عارفين، انا ما بفهم فيها وما عمري ربيتها، لكن كل واحد رباه بيقول لي انه الطير، يعني كل واحد ربى العدادات بيقول لي انها قويه ومخها كثير قوي. وواحد من الشباب قال لي انه روح له من الزرقاء للصلط، من الزرقاء للصلط مروح له عداد، فيعني هذا بيدل على انه العدادات اصلا مخهم قوي. انا ما بعرف، عشان اذا ناس بيقول لي معقوله بيوس ما بتعرف، انا بعترف اني ما بعرف انه مخهم قوي لاني ما ربيتهم ولا بفهم فيهم تمام. فهاي الفكره. هسه يا اخوان شو راح نعمل؟ راح نطعم الجواز ونلف مع بعض على الجواز نشوف شو في عندنا شيء جديد. خلينا نطعم الجواز ونعرفكم الخلطه. بالمناسبه في ناس بيسالني شو الخلطه هي عباره عن ايش؟ برضه هسه بنقول لكم وقديش حقها 6 دنانير ونص، ولكن انا ما بطعميها لحالها يا اخوان عشان تكونوا عارفين. انا ما بحط الخلطه لحالها، بحط فيها علف زاد، لانه علف زاد اثبت لي انه العلف منيح كثير من ناحيه انتاج البيض او حجم البيض، حجم الفراخ ما في اسهال، وزائد انه كان يعني كنت الاحظ انه في كمان اللي هو الزبل تبعهم البراز اجلكم الله يعني كان يكون كبير زياده عن اللزوم، فهاي الشغلات بطلت الاقيها، زائد الروائح ما فيها. خليكم معنا خلينا نخلطهم ونقول لكم ايش انا بخلط معها. وين جاف العلف؟ طبعا محمود ضيف اليوم هيو قاعد. السلام عليكم شباب. طبعا انا العلف ابو 6.5 خالط منه. علف ابو 6.5 خالط منه 25 زاد و25 علف ابو 6.5، يعني شوال بشوال نص بنص، وزائد شو بعمل؟ بزود من علف زاد، يعني بحط علبتين علف زاد، 7 علف او 8 علف علف مخلوط كمان بزاد، زائد بحط عليهم دراي، مع انه فيها الخلطه دراي ولكن بزودها، زائد بحط كرسنة او بيجا ولكن هسه ما عندي، زائد هسه بفرجيكم شو بحط من البودرات اللي عندي انا خالطها على ايدي. حطينا هاي علبه زاد، حطها 6 علف، زائد خوفك يا اخوان هاي تقريبا فيها 3 كيلو بالضبط. حطها بس لا تقلبش، حطها ديرها ديرها كامله. خلص واحده، خلي العلبه فيها. طبعا هاي يا اخوان خلطتي، هاي مواد يا اخوان اللي انا بحطها للحمام يعني بشكل عام. يعني مش ملاش يفكرها ان هاي مقويات تبعت عضلات، هي فعلا علبه مقويات عضلات، ولكن هي ايش فيها؟ فيها بودره بصل. لا وثوم ما لسه جاي لك في الحكي. بودره خليك تقح. بودره بصل، بودره ثوم، فلفل اسود تمام، ليمون،
وشوية ملح، تمام؟ هاي هي أنا الخلطة اللي بعملها دائما حاطة عندي للحمام. طبعا شوفوا قديش عبيانة، يعني تقريبا نصها. طبعا قديش هاي بتقعد عندي؟ بتقعد عندي بتطول، أنا عندي لحد الآن 6 أشهر يعني كانت عبيانة، بس أنا بستخدم باستمرار. شوفوا لوين هاي حزها، شايفين بالضبط؟ هاي حزها بالضبط لها تقريبا أكثر من نص بشوي فيها. فهاي الخلطة دائما أنا موجودة عندي ما بتنقطع، سواء علف أي علف بالعالم لازم أخلطها فيه، تمام؟ بصير أمراض؟ بصير طبعا، لأنه إحنا مش يعني مش بإيدينا، نهض كل شيء بإيد الله. إحنا بنعمل علينا، بنعمل وقاية، بنعالج الحمام، بنحاول نعمل معاه قد ما نقدر، ولكن هذا شيء بإيد الله. بالمناسبة اليوم ماتت عندنا طيرة زاجلة، كان معها ديدان رهيب، أنا جبت لها علاج ولكن ما استجابت عليه، حاولت معها مش مستجيبة على العلاج، تمام؟ فمش مشكلة. أنا بجوز حكيت، ما بعرف إذا حكيت على الفيديو أو قبل هالمرة ما حكيت، الجن تبع الزواجل هذا فيه مشكلة، مش الجن نفسه، يعني الزواجل اللي أجن آخر إشي فيه مشكلة، يعني تعبن معي أول مرة وعالجتن، وتعبن معي مرة ثانية وعالجتن، ومرة ثالثة وعالجتن، المرة الرابعة موتن فراخ، في إشي موت فراخه، وفي إشي تعب فراخه، وفي إشي ماتت الطيرة فيه، ففي مشكلة. على العموم شلنا الفحل، سحبناه وزتناه بالكش، راح نحطه إن شاء الله بكرة يا رب ألقى له طيرة، عشان أنا مش حاب أكشه، حاب أزقه، إن شاء الله بلقى له طيرة بكرة بالسوق، وإذا ما لقيت له بنكشه لحد ما نلقى له طيرة. طبعا حطيت مكانه جوز المسود سلافر الأحمر الجميل، حاطه على طيرة عادية حاليا، حطيته مكانهم لحد ما يصير معنا نصيب. زائد جبنا جوز بلديات تحضين من عند صديقي الغالي بشار، طبعا بشار حبيبي انا بعز عليه كثير يعني، واخذت منه فحل يا محمود، في فحل هناك، هيو نسل، هات لي هي اللي برفع عليه، بس خلاخين سكر، اخذت منه فحل هذا على اسمه، هذا راح اسميه بشار الطير، تمام؟ راح اسميه بشار، لانه الطير اصلا ملوش نوع، ما بتقدر تحكي عليه غير انه بلدي، ولكن الطير جميل، الطير حلو، يعني جاي قصة مكاتيب زواجل برفعة بمعوال، يعني انسى داخل ببعضه هيك، بس جميل. طبعا راح اسميه بشار لانه له، ما بنقدر نحكي عليه بلدي ولا بنقدر نحكي عليه نوع، ولكن الحلو فيه انه جاي مكتف زواجل. كيف الزواجل مكتفات؟ نفس الشيء. ممكن ناس يقول لي زاجل، بس انا ما بعرف انه زاجل، انا عشان اكون معكم صريح، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه، وانا قدري اني ما بعرف شو نوع الطير هذا، عشان ما حدش يقول لك انه بتعمل حالك معلم وما بتعرف، انا ما بعرف. طبعا يا اخوان جفن احمر والمعوال مش معوال زاجل ولا عين زاجل، عشان ما حدش يقول لي زاجل، تمام؟ بس ماخذ كتف، ماخذ كتف ايش؟ المكاتيف، يعني مكاتيف الزواجل، زائد ماخذ ثوب قرقاطي، طير ماخذ ثوب قرقاطي، الكتف ثوب قرقاطي، وكليته ابيض، كليته ابيض بس كتاف قراقطه، فالطير غريب، فانا راح اسميه بشار، يا رب يطلع طير كش، انه هو اصلا بزق الزلمه وجاب لي اياه انه الشاب قال لي انا اخذتهم جوز. الطيره اعطيناها لابو مهدي ينزع عليها حمام لانه بكش جديد، والفحل قلت خليه عندي بكشه عشان هذا من بشار، فراح نسميه بشار، هذا الطير راح نسميه بشار. شوفوا ما شاء الله كيف جسمه مستواه، يعني جاي نظامه مرتب ما شاء الله. خذ يا محمود رجل. طبعا نرجع لموضوع الخلطه يا اخوان، هاي خلطتنا ما شاء الله. طبعا يا اخوان انا بطعمي مره او مرتين باليوم عشان تكونوا عارفين حسب الحاجه، فمش مستاهله. ايش في عندنا؟ هاي عندنا العلبه، هاي انا بالعاده كان عندي فنجان، بس ايه هسه صرنا نحط بودره تبعت الحليب، بنحط 3-4 معالق 5 معالق، ما بتأثر إذا ما ضرت، إذا ما نفعت ما بتضر. هاي 3 معالق 4 5. طبعا يا اخوان زي ما قلنا لكم إذا ما نفعت ما بتضر. رجعها يا محمود. يا ودي شو خذها كان مكان جنب الرشاقة تبعت المي. طبعا يا اخوان البودرة سوري الخلطة هاي فيها قمح وشعير وضراي مجروشة وضراي حب، وإيش كمان؟ بس قمح شعير ضراي مجروشة ضراي حب، فيها شوية كرسنة، فيها شوية ذرة بيضة خفيفة، تمام؟ ولكن
انا بالنسبه لي سميتها خلطه الفقير. يلي ما معه مصاري يجيبها ويسلكها. طبعا زودنا عليها علف زاد، علف زاد كثير محترم اخوان. فعليا العلف كثير منيح واثبت معي جداره. خلينا نطعمي. احكي لك اشي مع الشباب ما دام اخواتي على الفاضي. لا لا يا شباب وين غير بطلنا نشوفكم؟ بطلنا نشوفكم ولا انت هم بطلوا يشوفونا؟ انا بطل هم بطلوا يشوفونا صح؟ هم بطلوا يشوفونا. مو حكيت هم انا ما حكيت لك؟ صرنا ماشيين حتى في الامتحان. ايه؟ صرنا ماشيين الشهر الاول اول 10 امتحانات. عشان هيك بطلت ابين. ليش انا احكي لهم هم؟ انا عارف انه انت عندك امتحانات، احكي للشباب اللي مش عارفين. تعال تعال. طبعا شباب هي خلصنا طعام حمام، طبعا الوضع ما شاء الله عليه جميل مرتب. طبعا طعامي تكمل فرخ عشان نجرب عليهم مطعوم 100%، لانه كل الفراخ اللي انتجناها اعطيتها لناس يعني معزه وهدايا، فما ظل عندي غير فرخ واحد اللي هو لا شو فرخ واحد. طلع عندي فرخين اللي هم الزواجب فقط، وجربنا عليهم المطعوم، ولحد الان ما راح اعطيكم انتاج منهم او ما راح اعطيكم معلومات عنه الا لما اكشهم اتاكد منهم انهم خلاص سلم. سينا هذا انا داي زاد عندنا شوية علف. هاي هذا فرخ السكسفون اللي اخذناه من ابو مصطفى، طبعا اخوه مختفي مش عارف شكله، واقع ورق وعلى الاغلب مات لانه مش مبين له من امبارح، هسه بندور عليه بنشوفه. والله ها فرخ سكسفوني حلو يا اخوان، خليكم معنا خلينا نلف. مشي هذا الازرق على الشفراي، هاي ما شاء الله عليهن. طبعا واقع هاي اخوه وقع كمان ورا القن الحديد. يا حبيبي عليك يا محمود. تعال طب زدته على الارض. ايوه زدته، دير بالك هذاك يروح. طبعا هذول الجوز البلديات اللي اخذناهم من بشار اعطيناهم قنها، يوم ما عندهم فرخ راح نخليهم تحضين هذول ان شاء الله، لانه ايش بلشنا نجيب جواز تحضين. طبعا عندنا البغادنا ما شاء الله عليهم، طبعا انا هذول تاركني براحتهم ما بزعج، انا قن البغادنا هذا ما بقرب عليه وما بزعجهم ولا بعمل لهم اي شيء. طبعا على ما يبدو بايضه، لا مش بايضه، شوف من الضوء مش بايضة. طبعا الخشات بغيار رهيب جدا، شوفوا ما شاء الله صلاة النبي. هذول عندهم بيض يمكن فقسن اصلا لاني زمان ما انتبهت عليهم. هذول عندهم مي وامورهم تمام. طبعا يا اخوان عندنا هذول التكالجة ما شاء الله فقسن فرخين وموتوا فرخ، صارت عندي مشكلة غريبة. الجواز تفقس، هي ثاني جوز بصير معي هيك، الجواز يفقسوا فرخين، فرخ بموت فرخ بضلوا عايش، ما بعرف شو القصة ولكن راح نكتشفها ان شاء الله مع بعض. عندنا التكال جت تحت مريحات، وعندنا الشخاشة ما شاء الله عندهم فرخين صلاة النبي، وعندنا الأرواشات باظن بيضتين وحضنت تحتيهم بيض عبيد، بيض عبيد سود حضنت بيضتين جداد، زائد الزواجل هذول يا اخوان فقسن فرخين ما شاء الله عليهن اللي هم فرخين الزومبيات، محضن تحتيهم بيض زومبيات وفقسوهم الحمد لله. عندنا هذول الجوز يلي ماتت، الطيرة اللي ماتت نقلنا الجوز هذول، هذا الفحل خسارة عليه والله، الطيرة هاي زبالة عليه. ان شاء الله بكره بدي احاول اجيب له طيره ان شاء الله على خير. وعندنا الزواجل هذول ما شاء الله، وعندنا الزواجل هذول حضنا تحتيهم كمان بيض زومبيات امبارح. امبارح حضنا تحتيهم بيض زومبيات بيضات، وحضنا تحتيهم بيض زومبيات. طبعا الطيره هاي لساتها مشتاقه للعاشق الولهان اللي هو سمسم،
مش راضي تزيف للفحل، ترجع تزيف لفحلها الاصلي مش راضي تزيف له. وعندنا هذول الجوز مريحات، وعندنا هذول الجوز كمان مريحات، وعندنا الجوز هذول اصلا مريحات لانه الطيره اصلا مش شغاله يا اخوان. الطيره مش شغاله زي ما انتم شايفين، الطيره جميله جدا، ضخمه جدا، اسطوريه الطيره، ولكنها مش شغاله. طبعا ليش مش شغاله؟ الله اعلم، فقدت فيها كل شيء، ولكن انا من طبعي الصبر. انا عندي استعداد اخليها عندي سنتين هيك، رغم زائد العلاجات اللي راح نعطيها اياها، ولكن احنا ايش بنصبر عليها بطريقه ما وبنعالج، مش انه بننساها مثلا، لا ما بننساها. عندنا العراجنه هذول ما شاء الله على ما يبدو انهم بيضات من زمان، بس بعرف انهم بيضات، بس انا مش عارف امتى راح يفكسن، وبيضهم مليان هيو ما شاء الله. صلاه النبي، اللهم زد وبارك، بيضهم مليان يا اخوان. ان شاء الله بلكي طلع لنا هالفرخين هذول، ما شاء الله عليهم الجوز جميلات جدا جدا، لبنيات جاي لونهم. وعندنا هذول الحجات ما شاء الله عليهم شغلات 100% صلاه النبي. وعندنا هذول عندهم فرخ ما شاء الله الملحيات، محضرين لهم فرخ ثاني. وعندنا طلعت الفرخ، خليه خاصه انا بطلعونه. وعندنا هذول الجوز كمان ما شاء الله عليهم، هنا يوم عندهم بيض. وعندنا هذول ما شاء الله عليهم كمان الفرخ. انا الفرخ يا اخوان انا عارف انه فرخ، يمكن الناس ينتقدني ليش حاط الفرخ معها، خلص هيك هيك انا ناوي احطه على الطيره، زادته معها ما بهمنيش تمام. عندنا هنا هذول بين فيهم فحل، بس خربطت بيناتهم من الفحل بيناتهم، ولكن الجوز فيهم اشي غلط فحاطينهم تحضين. الانجليزيات ما شاء الله عليهم تحسنت صحتهم 100%، ولكن ايش لسه بغيار ما باضين. عندنا المراسليات هذول يا اخوان، هي يمه ثاني جوز بموتوا فرخ عندهم، هذول تحتيهم فرخين عبيد موتن فرخ، مع انه ماكل الفرخ يعني، وفرخ عايش، قلنا مش مشكله الله بعوضنا. وعندنا الشخاش لهذول ما شاء الله عليهم شغلات، هي يمه عندهم فرخ صلاه النبي. هي الفحل هذا اللي صدناه اذا بتتذكروه، راح نرجع نكشه. وعندنا هذول العباسي، هي يمه بيضات وتركين البيض، حب البيض يا محمود، حطوا على البيض الفوق طبعا. هذول هي يمه تركين البيض. وعندنا هان الحرديين، المفروض يكونوا بيضات، لا مش بيضات، مش مشكلة. الفرخ وقع تحت يا محمود في الزاوية، ليش انت رفعت القفص؟ طيب يلا مش مشكلة. هذول يا اخوان اليوم حضنت بيضهم، حطيت تحت الاغواشات، وهذول كانوا بيضات وبيضهم كان عبيان، ولكن انا لما اجيت افحصه صارت الطيرة تضربني، انكسر بيضها، قلت والله ما لنا نصيب فيها هالجوز هذول، مش مشكلة. وعندنا الجوز هذول ما شاء الله عندهم فرخ يهودي هي مقدسي اصفر بجنن. هذول بيضتهم حضناها تحت النوريات، هسه بفرجيكم اياهم. وهذول حضلنا بيض الهن، وهذول عندهم بيضة ما شاء الله، وهذول هي فرخينهم زي ما انتم شايفين صحتهم منيحة الحمد لله لحد الان. عندنا القويزات لسه مش شغالات، لهم شوية شغل. وعندنا هات عندهم فرخ زومبي ما شاء الله، شوف فرخ الزومبي صلاة النبي. محمود مشربية ناشفة، تقول لي فقدت، الله يسامحك يا زلمه، والله ما انا فقدت، انت بشكلك تتفرج بعينك، تتفرج ايش بعينك، المس بايدك انت عشان تعرف اذا المشربيه عبيانه او لا. الله ما شاء الله هذول عندهم فرخين حرديين كمان صلاه النبي، ايش بجنة. طبعا هذول كلهم الفراخ حضناهم، المراسليات يا اخوان هذول يا رب يطلع لي شيء احلس ازرق زي ابوهم يا رب، ان انا انصدمت الفرخ. وعندنا هون ما شاء الله هذول عندهم فرخ المسود او سوري الملحة الاسود ما شاء الله، شوفوا عليه هذا كانت رجليه فكحة، هايو شوفوا ما شاء الله، سبحانك يا ربي عالجته الحمد لله بفضل الله، اضطرب ورجليه رجعت 100%. وعندهم بيضة البندي سوري بيضة الجلوفة القراقطة او الجلوفة التركيين. وعندنا هدول ما شاء الله عندهم فرخ شفر، بس الشفر تعبان اصلا بعد المطعوم بين عليه التعب يعني، وهذول عندهم فرخ الزومبي ما شاء الله. على العموم شباب هيك احنا خلصنا جولتنا عند الزق، راح نطلع نطير الحمامات ان شاء الله كمان شوي لحد ما الدنيا تبرد، لانه الحمام زي ما قلنا لكم ما بتتحمل انها تطلع وتطير وتتغلف. 20 حبة وخلينا هان كم من حبة جوا ثقلات على الهادي لحد ما نطلع ثقلة، لانه ما في عندنا ثقلة تمام. طلع شيء، طلعنا 20 حبه يا اخوان، طبعا اغلبيتها يعني ما فيها قوايا، هم مطلعين احنا موعد الساعه 5:30
النوري يا اخوان ما عليه خوف. واحد الحمام هيها. طبعا فيها البوز الاحمر، فيها البوز الاحلس، فيها البولنديات البيض الاثنين، فيها المراسل الاحمر الجديد، فيها المنمر اللي روح لي، النور المنمر اللي رجع لي هذا، فيها المنمر الاحمر كمان، فيها النور الاحمر. يعني لساتها ما فيها اشي انك ترتكن عليه، ولكن شغالين فيها على الهادي، ما راح نشد عليها احنا. شو هاي الحمام؟ ايش هاي؟ ايش هاي؟ مش الي هدول يا زلمة، مش الي هدول، هذول مش الي يا اخوان النوريات، والله ما هم الي. تعي اخبطي وليك، اخبطي الان عرضك، اخلطي. تعالوا تعالوا تعالوا، يا رب يجن، يا رب يجن، ادعجن يا اخوان، اطقع لنا ايش منهم. بس 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 بس. حمامات نشيطة، ما بعرف لمين. هاي قطعنا طيرين، هاي قطعنا طيرين، هاي كلها معنا، كلها معنا يا اخوان، كلها معنا. لمين هاي؟ بس بس. اصبر اصبر يا محمود، اصبر خلينا نشوف حمام مين. ابو سميح محط، خليها خليه يطلع منها اشي، بس امسك لي خليها اشتغل عليها. خلي يطلع منها البولندي هذا، باين عليه قوي. البقايا البقيات واقعات. بس 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 بس. فيها مصري اصفر، والمزهور اصفر، والعنابي اصفر، مش عارف لمين هاي يا اخوان. عنابي اصفر، بولندي، نوري ازرق احلس. لا لو سميح، لو سميح مستحيل، الحمامات طلعن من الحاره. بس بس. مستحيل. لو سميح شكلهن. حطت فيه هنا، شوف مشكلة راح يطلع هنا. فيش اشي لان شور فيه. عبد السميح مش مطير؟ طب خلاص خلاص، طب اقعد 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 اقعد، خلينا نشوف يا اخوان. العنابي هذا واعي، مبين عليه واعي، وفي طير ابيض واعي فيها. خلينا نجرب عليها، خليها ماسكة برمة. بس انا كان هدفي اني اظلني ماسك عليها، ليش؟ عشان اذا فيها اشي صاحي يطلع. ايوه شر، وقعت. نوري بواز احلس على ما يبدو. اخوان حمام ابو سميح، انا عشان هيك مش معطيها اهميه. لابو سميح اتوقع، مستحيل مش لابو سميح، مستحيل مش لابو سميح. هاي طلع طير، شايف؟ روح شوفه يا محمود، اطلع شوفه وين نزل، خلي عينك عليه. لب سميح، عيب انا بحكي. هاي بس. لب سميح، لب سميح، حمام حمام لب سميح. خليها كاش. طير صح؟ طير في صفرة، صوت صفيرة. طير هي. خليها تروح له يا اخوان، انا ما بحبش احط له، لانه انا وياه مش صيد يا اخوان، مش صيد. يعني هاي الفكره، لو صيد كان ممكن نحطه، نجرب نحط. هاي هاي راحت مع بعض الحمام، شوفوا اخذت في بعض، هي حمامي وحمامه، شوفوا ما شاء الله. هات هات البلوزه، خلي لوح للحمام محمود، هات هات البلوزه، خلي لوح للحمام، شوفوا الحمام كيف راحت. هاي بتقالب ما شاء الله، البلوزه بلوزتي يا زلمه، شوفوا ما شاء الله. هاي شوف كيف بتقالب في الحارة تحت، في الواطي راحت. لوح لوح يا محمود. هاي حمامنا طالعات، طبعا أول مرة بندق فيها، طبعا هاي أول مرة بنخلط فيها الحمام، أول مرة نخلط فيها. ساقت يا اخوان، هات شوف، خشت جوا في الحارة هي تحت، شوفوا
طبعا ما دام هو شاد وانت شادد خلاص ما تخافش حمامك، لانه ما راح يحطط لك فيها، هو ما راح يحطط الا اذا فكت الحمام من بعض. شوفوا ما شاء الله وينها هاي، هو ما راح يحطط وانا مش راح احطط. شوفوا ما شاء الله الحمام جناحها راكب على بعض، شوفوا ما شاء الله صلاة النبي وين رايحة. هي خشت في الحارة جوا، هاي قطعت حمامي قطعين هاي يمة، انا مطلع 20 وحدة فكن ردا نضمن هاي يمة. شوفوا شوفوا كيف بيعملوا بالحارات تحت ما شاء الله، هاي يمة صلاة النبي. خاص لوحش يا محمود، خلي البرمة قريبة، خلي البرمة قريبة. شوفوا ما شاء الله هاي جاي علينا الحمام، قطعت حمامي قطعت هيا. محمود ارجع لي ورا شوي، مقطوع لي اشي، مقطوع لي العلم والبربريسي، العلم والبربريسي مقطوعين. هاي هاي دو شوفوا ما شاء الله، هاي قاطع نوري، قاطع نوريين، قاطع نوريين، وانا مقطوع لي ايش مقطوع لي؟ البربريسي والعلم على الاغرب، بس لحد الان اللي فاقدهم انا البربريسي والعلم. لكن طول ما هو شادد انا شادد. هاي الحمام فوق داري يعني. ايوه روحي اخبطي اخبطي اخبطي. شوف الحمام كيف عندي؟ الحمام عندي بتبعد. هذا البولندي الي هيو، هذا هذا البولندي اللي برفعه. كمان معه الكشميري او الباكستاني، انا بقول له باكستاني لانه مش مبين له ملامح. طبعا اول مره بخلط فيها يا اخوان عشان تكونوا عارفين، اول مره بخلط فيها الحمام هاي كلها. شوفوا ما شاء الله صلاة النبي، هاي قطعت معي كمان مزهور له لابو سميح، هيني كمان هاي مزهور معي له. ونوري نوريين مش نوري. وايش كمان؟ طبعا البولنديات الاثنين تبعيني رايحات معه، البولنديات الاثنين تبعوني معه البيض، بس لساتنا احنا مطيرين يعني. بس 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 بس. ما في محطات، البوز طلع، البوز الاحمر طلع، زقرت طلع مع الحمام. طبعا هذا غلط ان الحمام تربط، بس اول ما طيار الها يعني عبال ما تتعود تفك تربط تفك وتطلع بدها شوي. فيها قوايا يعني خالطة، أنا أصلا معه قوايا إلي خالطة معه لسه. هاي فك، بده يفك الكشميري هذا زي الكشامرة. مطلع معه بولندي. بس 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 بس. هاي يمه هدول الاثنين اللي في راس الحمام إلي، هاي يمه هدول الأول الحمام إلي. بتفك حالها قاعدة الحمام، قاعدة بتفك حالها شوي شوي. طبعا قاطع له اثنين او ثلاث، وهو قاطع له اثنين او ثلاث. طبعا لسه كله تحت التجربة. هو المفروض ما يحطط وانا المفروض ما احطط. طبعا المراس اللي ما شاء الله عليها يزقرت طاير في راس الحمام عندي الاحمر. ايه معي طير احمر له كمان. شو هذا؟ معناته هو قاطع لي اكثر من ثلاث وانا قاطع له اكثر من ثلاث. على الاغلب يعني هيك. خشي. روح اجيب اخوانك وتعالي. في نوري له راح يطلع، في له نوري، في له نوري معي راح يطلع. ايوه زي ما انت شايفين، زي ما قلنا لكم اول تطيره اول خليط في الحمام يعني، ما طبيعي جدا انها الحمام تتقطع. بس اشي منيح، اشي منيح انك تخلط فيه وحمامه كثير هيك وتطلع تقريبا ب 2 4 6 8 10 12 14 16 18 حبة معي، تطلع ب 18. طبعا مقطوع لك وقاطع، بس اشي منيح يعني انك تطلع ب 18 حبة من خليط زي هيك، تطلع شكفة واحدة. طبعا البوز الاحلس، البوز الاحلس معنى يعني، معنى لا والله مش معنى، معنى اه معنى هيو معنى يعني غريبة. طبعا الطير هذا صيد، فاشي منيح انه طلع يعني معنا، اشي منيح كثير منه انه يطلع معنا. عند وطي الحمام انا عشان حمامي تطلع، لانه ابو سميح بلش يوطي حمامه. خلي حمامي تكشف. تعي 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 تعي، حمامي قاعده بتشد.
وحمامه قاعده بطوطه، حمامي هسه بتنام معه برمه، بديش اياه تنام معه برمه. تعي تعي تعي. شوف حمامي ماخذه عالي وحمامه هي وطيت خلص. هاي طلع له طير، بلشت تفكفك الحمام هيها. الله احمر الي ولا لمين، والله ما انا عارف. هاي النوريات الاثنين طلعن وردن ركبن معي. هذا الاحمر اللي بلاطش هذا في الحمام مش الي، قاعد بلاطش في الحمام مش الي هذا. هاي رد شد على الحمام ابو سميح. الفيديو طول معنا كثير، بعرفش انا مش حاسب قديش احنا مصورين قبل، بس راح نحاول يا اخوان انه نعطيكم المهم بالفيديو، خليكم معنا. طبعا يا اخوان الحمام فكت، مقطوع لي هسه على البني، ومقطوع لي لا سوري البربريسي والعلم، علم على الاغلب نزل. هاي في اكمل حبه طائرات هان بس على الواطي مش مبينات معكم. كمان البربريسي اتوقع كمان نزل. طبعا مخهم فاضي هذول الاثنين يا اخوان، تعبش حالك فيه، تعبش حالك فيهن على الكامل. طبعا لا انا معي نوري لسه لو سميح، احطط فيه نجرب، بس مبين واعي الطير طالع يعني. بربريسي اجا، هاي البربريسي، هاي البربريسي اجا يا اخوان، هيو شايفينه، معناته العلم اللي نفاس اللي نازل. بس برضه ربط بنفس الحاره، الله يخزيك، تنصاد لو بتنقطع تنصاد. هاي اول اثنين عرفناهم، انسى مش خرج مطار بالمره. النوري حط تبع ابو سميح، هيو حط النوري تبع ابو سميح. لا ما حطش هذا النوري تبعي. شو هذا بغبغاء بغبغاء، اقعد دب 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 دب. انزل 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 من شر ربك، انزل 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 انزل، يسعد دينك واخرس يا حيوان. شوف شوف على الصفرة، علف 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 ولا وين راح؟ علف طلع الصفيرة بيجي. علف نزل النور تبع ابو سميح هي بنص السطح. نزل ابو سميح، يا الله خوف الحمام وشرد. راح عند ابو سميح شكله. لا والله مش عند ابو سميح، وين النور تبع ابو سميح؟ فز هيو على اللخمه اللي التخمناها. العلم نازل عند ابو سميح يا اخوان، والبغبغاء راح. نصيبه. طبعا يا اخوان ما هو صوتك طيره يا محمود، صوتك شفت يا اخوان على الصفيره، بس هو اي بغبغاء بمرق من فوق دارك او شيء، بس اشتغل معه على الصفره زي هيك على السريع بنزل. الحمام لو ما طارت منه طير لي النوري، ضيع لي النوري تبع ابو سميح. الحمام لو ما خافت منه كان نازل والله، بس يلا نصيبه ملناش نصيب فيه، سبحان الله. يلا على العموم حبايبي، هسه نجيب العلم الاهبل يلي نزل عند ابو سميح. طلعنا 20، حنشوف كم وحده هذول اول شيء. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. العلم نازل عند ابو سميح. على العموم حبايبي هيك وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى اذا عجبك المقطع تحط لنا لايك، اشتراك، شير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.